لنكمل طلبتنا إلى الرب. لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب. رب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، وقدمنا إلى مذبحك المقدس. اجعلنا جديرين أن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهلات الشعب. أهلنا أن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله. برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي، أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة. أؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضاً يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن، مسجود له وممجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.